كيف ترمم نفسك بنفسك؟ في حياتنا ممكن نواجه أحيانا بعض الانكسارات، جرح طبعا داخل، تعب في القلب، وما حد يدري، ما حد يمكن حاس إلا اللي يعرفك عدل، وأنت ما تحاول تظهر هذا للناس أصلا، تبي تكون إنسان طبيعي، ويعني ممكن تضطر شوية تمثل في حياتك. لكن مو موضوع الحين ان الناس تعرف ولا ما تعرف، القضية الحين انا شلون ارد ارمم هالانكسار اللي صار فيني، ابي ارد ابني نفسي، احس اني انا مهدود حيلي، مالي خلق شيء، احس اليوم بس ابي اخلص، زين شنو باكر بيصير؟ نفس الشيء. زين وبعدين انت مو مرتاح من هالحالة، في شيء اقدر اسوي حق نفسي؟ نعم، وبالعكس اصلا حط في بالك ان الوضع العام ان ما حد راح يعني يشيلك من اللي انت فيه، انت لازم تشتغل على نفسك. زين قبل هذا خلونا نتفق، الانسان يبقى ضعيف، الانسان ضعيف، ما راح يقدر يتحمل الدنيا كلها بروحه، والناس للناس. المقصود من اللي بقوله مو انك انت تمشي وتكلم الناس وتقول لهم اللي فيك يعني تستعطفهم، لا 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 لا، اللي بنقوله بس شلون انك انت تقدر تجلب وتطلب لك المعين من غير ما تنطر احد يعني يتصدق عليك ويعطف عليك، انت تشتغل حق نفسك. شنو ممكن اسوي انا عشان اشتغل حق نفسي؟ وعيد بناء نفسيتي، قلبي اللي مكسور او مجروح، عشان ارد اقدر اعيش حياتي طبيعي. راح اتكلم عن 7 اسباب ان شاء الله تكون سريعه، ودائما يعني انا اميل في يعني كلامي وايد حق الناحيه العمليه، الناحيه العمليه سواء قد تكون شيء من التفكير تحتاج تغيره، او شيء لا والله تسويه، شيء تقوله، المهم ان نبي نشتغل، نبي نشتغل عشان نخلص. رقم 1، ذكر الله. طلحه رضي الله عنه مره في غزو من غزوات حاشا يعني اصابه شيء من السهام وكذا، فقال حس يعني مثل ما نقول اي يعني تعور، فقال صلى الله عليه وسلم لو قال بسم الله لرفعت الملائكة. يعني ذكر الله وقت المصيبة أثر وايد حلو، ولذلك الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تتلقى الخبر اللي يكسرك أو الألم، شنو رد الفعل؟ إذا كان أول شيء تقوله ذكر الله، هذا وايد حلو، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. درب نفسك وتهيأ أنك أنت لما تسمع خبر أو يصير لك شيء مو زين على طول تذكر الله، لأن الحسابات راح تكون غير، أقصد النتائج من رب العالمين راح تكون مختلفة، فرق بين اللي أول شيء يذكر الله واللي تالي يذكر الله. طيب حتى لو ما أنا كنت أذكر الله في البداية، أذكر الله كثير في الوقت اللي أنت أصلا فيه تعبان ونفسيا مو زين ومهدود حيلك، أكثر من ذكر، لأن بذكر لا تطمئن القلوب، وإحنا محتاجين هذه الطمأنينة وهذه السكينة عشان نقدر نرد فعلا يعني نشتغل مع بعضنا. فذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، بالذكر باللسان، بالقراءة القرآن، أي شيء، المهم أنه في ذكر الله سبحانه وتعالى، كثر منها، محتاج عشان أول شيء أنت هني تسكن الاضطراب اللي في قلبك. يعني الله سبحانه وتعالى دل المؤمنين في أصعب المواقف في القتال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى وانت تقاتل وقت الغزو وقت المعركة باكر موت، كثر من ذكر الله. ليش؟ كثرة الذكر تعطي القلب قوة، وانت محتاج قوة قلب قبل قوة العضلات. هذا 1. 2، اجعل لك ملجأ تأويله. يعني شنو؟ احنا في حياتنا كل واحد عنده شيء مثل ما نقول يقط نفسه عليه يرتاح، فقرة كذي باليوم بالنسبة له هذه الاستراحتي، ترى شيء بسيط، ها ممكن يكون انه هو يسوي له كوب قهوة يقعد يشرب، ياخذ له شاور ويتعطر ويتبخر، يعدل نفسيته ومزاجه. في ناس يحبون يطلعون يروح البحر بروحه، يتمشى في البر نص ساعة، مشي رياضة يطلع شوية اللي فيه، البعض الناس يحبون يروحون كافيه. كل واحد فينا أدرى باللي رايحه، لازم في شيء بحياتك أنت أن ترتاح، يعني طلع لك شيء، حتى لو ما عندك طلع لك شيء، أن شيء تحس أنه لو ضاقت فيك أروح هناك أرتاح. ويا زين لي كان الواحد مرجعه شيء متعلق بالله، يعني المسجد،
ملجأ المسجد. حتى المرأة ممكن تروح لصلاة الحريم أو تم سيادتها في البيت. الواحد يرتاح صلاة، يحس لما ضيقت خلق يروح يصلي، يمكن يكون صح مو مستجمع ايش قاعد يقول، لكن يصلي يصلي يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ضايق أمر صلى. في بعض الناس القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فعلا يفتح المصحف ويقرأ، ما يقرأ يمكن سرحان بس يقرأ يقرأ، يحس إنه لين يرتوي يرتاح. يعني كل واحد يعرف شنو اللي يريحه. في ناس تلجأ إلى القراءة، الكتاب. ما أنا حدد لك شيء، لكن لازم يكون عندك شيء أو أشياء بحيث إنك أنت يعتبر هذا بالنسبة لك كنا كوخك، ها، صومعتك، غرفتك اللي في في طرف العالم والكون كله. أنا هني راحتي. شنو هي؟ حددها عشان تستخدمها وقت الراحة. إحنا هدفنا الحين إنه نبي نهدى شوية، عشان قلنا نعرف شلون مساعدة، ذكرنا الله سبحانه وتعالى. الآن أروح حق مكان اللي أنا فعلا أحس فيه بهدوء، وكل واحد أدرى مكان هدوءه. الأمر الثالث، أشرك غيرك معك. قلنا لا تحس إنك أنت أنا لا ما أحب أحد يتدخل في حياتي الخاصة، أو أنا مو طبيعتي إني أشكي للناس، بالعكس أنا الناس يون يشكولي هموم وأنا أساعدهم، ما يحب يطلع إنه قدام الناس الضعيف. لا 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 يا أخي، شيل طاولة، ما راح تقدر بروحك. عيب إنك تقول حق واحد يا أخي امسك معي طرف الطاولة ونحرك، مو عيب مو عيب. وأنا ما قلت امشي وسولف حق الناس كلهم، لا لا، اختار واحد بس، واحد من الأهل تحس إنه حيل لصيق فيك، قد يكون صديق مقرب جدا منك، مستشار مؤتمن، اللي هو المهم انه مجرد ما انت تتكلم باللي فيك حق انسان، ومو باب التشكي والتذمر من الحال، لا في نهاية قضاء الله وقدره، لكن يعني تسولف معه كأنك قاعد تقول له شيل الطاولة معي، بدل ما انت كنت تشيل 20 كيلو بروحك الان صرت تشيل 10، خفف عنك لو ما سوالك شيء. ترى مجرد انك انت تطلع اللي عندك انت قطعت عن نفسك حمل، يشيله معك صاحبك يمكن ما يطلع لك حل، بس مجرد انه يسمع لك تحس ان الانسان هذا من قربه وفهمه لك انت ترتاح تسولف له. طبعا لازلت اكرر واقول مو اي واحد تسولف له، في ناس ما تأمن عليه سر، لا لا لا، انا اتكلم عن واحد قريب. القصد انه لا تصير بروحك، لا تصير بروحك، يعني لا 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 تبي تشيل الدنيا كلها على راسك وانه انا القوي. اوكي انت زين الحمد لله، بس ترى مو عيب ولا ضعف ولا في مانع ان شاء الله انك انت تشارك غيرك معك. وزع وزع الجهود، وزع الثقل على ناس تعرف انهم يعني ان شاء الله ما يخذلونك. الامر الرابع، وهذا عمليا، ابحث في حل مشكلتك، اشتغل على نفسك. يعني في ناس ينطرون كنا في وحي بينزل عليهم، ما راح يصير كذي، لا، اشتغل، دش جوجل، اقرا، ادخل دوره، اطلب استشاره، ابحث ابحث في الحلول، يمكن تلقى شيء انت ما كنت منتبه له، ويكون شيء بسيط وسبحان الله تسمعه او تقراه بطرف كلمه ولا صفحه ولا مقطع ولا اللي هو. القصد انه ابحث، لا تقعد لا تقعد بدون لا تشتغل، لا، اعمل على مشكلتك. احيانا المشكله تحتاج وقت، صح، اثناء الوقت هذا خلني استفيد بعد اني ممكن اتعلم، ممكن يعني اتعمق فيها وافهم فيها اكثر. الامر الخامس، وهي قاعده جميله نفهمها يا اخواني اخواتي، احنا عادة لما نعيش هذا الشعور، يعني نكون مزاج تعبان شوية او يعني مرتاحين، يصير فينا خمول، نبي ننعزل، ما لنا خلق نطلع مع الناس ولا نقابل احد ولا نحضر ردواني ولا زوارة، وما ما نخلق يمكن حتى الدوام ما اقدر اروح، ياخذ بعض الناس ياخذ اجازة. ليش ليش فيك ما تطلع، ليش ما تروح؟ يقول يا اخي خلنا يعني اجابر الناس بهالنفسية، او انه يعني خلنا تنحل مشكلتي، خلنا تعدل نفسيتي عشان اشتهي اطلع. القاعدة شو تقول؟ العكس، قاعدة تقول اشتغل اعمل وراح تتعدل نفسيتك، مو تنطر نفسيتك تتعدل عشان تمارس حياتك، لا لا لا، مارس حياتك. صح ممكن تتكلف هالموضوع في البداية، تحس بثقل وانت تروح تمارس حتى الرياضة ولا تروح الزوارة ولا اليمعة ولا، صح في ثقل ماشي، بس كمل كمل كمل، هذا راح يأثر على نفسيتك. اياك انك تنعزل وتقعد بروحك وتقفل على نفسك وبس حاط السماعة وما لك تقعد مع أحد ولا تطلع وتعتذر دائما من اليمعات، لا لا تسوي نفسك كذي، ترى هذا سلوك خاطئ. عكس، إذا أنت فعلا تبي ترمم نفسك وتعالج، ادخل عيش حياتك، مارسها بطبيعتها. ممكن تخف بعض الأشياء نعم، لكن لا تحسس نفسك أنك أنت الحين صرت في معزل عن العالم ما لك شغل بأحد، لا بالعكس، خليك مع الناس ومارس. قلنا في البداية يعني تحس بثقل أصلا بيخالف، بس تحرك، الحركة سبحان الله تحل المشاكل، يعني الحركة بركة.
وطبعا الاهل ايش يسمونه الرياضه او الصحه يذكرون من فوائد المشي الصحه النفسيه ولا شك. فالحركه نفسها اصلا مريحه بالنسبه لك لما تشارك ناس وتدخل اجتماعيا ايضا ترتاح. فالقصد انك لا تنطر نفسيتك تتعدل عشان تشتغل وتمارس حياتك، مارس حياتك كثر ما تقدر ونفسيتك تلقائيا ان شاء الله راح تتعدل شويه شويه. رقم 6 قبل الاخير وهذا مهم جدا، احيانا يكون فيك هذا البلاء اللي هو انكسار القلب ووجع في القلب، جرح عميق، يعني تحس بانهيار داخلي. احيانا تبتلى بهذا من رب العالمين عشان يسمع صوتك تدعو. الله سبحانه وتعالى يبي يشوفك تتضرع، يبي يشوفك عيونك تهدر دموع، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تنكسر وتذل نفسك لله. الله يبي سبحانه وتعالى يشوفك أنك في كل سجدة تقول يا رب، قمت تقوم آخر الليل وتدعي. قبل عادي كنت تقوم فير أو حتى صلاة فير طوفك، الحين لا. رب العالمين يبي يربي فيك شيء، يبي يطلع أحسن شيء فيك، أقصد أحسن شيء معاه سبحانه اللي هو الرجوع له والذل والضراعة. ترى هذه عادة المؤمن، مثل الزيتون، إذا تعصره تطلع منه الزيت المبارك، تحرقه الكسرة البخور تطلع منه الريح الطيب. المؤمن كذي، كل ما انعصر واحترق وانضغط يطلع الطيب، يطلع البركة، يطلع العبودية اللي فيه اللي رب العالمين يعني يحب يشوفها فيك. فلما تبتلى بهذا قد تكون رسالة من الله يبيك قريب منه شوي ترجع له. لا تنسى نفسك، تتبرأ من كل شيء، من الحول والقوة، تبذل السبب نعم، لكن قلبك عند رب العالمين وليل نهار أنت يا الله يا رب يا رب. هذا الوضع الله يحبه. وثق تماما أن اللي بيرممك واللي بيبني نفسيتك مرة ثانية رب العالمين، مو شطارتك وجهدك. كل اللي قلناه ترى هذه أسباب إحنا قاعد نساعد نفسنا أن نهدى ونكون شوية يعني ريلاكس داخل، فينا شوية طمأنينة. بس في النهاية رب العالمين هو اللي يعطيك هذا، هو اللي ينزل السكينة عليك. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن يحوشك اللي هو من كثر الهم اللي فيك أصلا ما تعرف شو تقول في دعائك، ما فيك تتكلم، والله ما فيك تقول شيء، ما تدري شو تسوي من ثقل الموضوع أو من كثر المشاكل، ما تدري شو تقول. ما يخالف، بس على الأقل ارفع يدك تقول يا رب، بس يا رب يا رب. جوامع الدعاء مثلا يعني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكني الى نفسي طرفة عين، لا اله الا انت. اختار لك دعاء كذي شامل، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. بس ناد يا رب، المهم انك لا تسكت، لا تسكت. كثر ما ادمنت قرع الباب الله راح يفتح لك وتدخل، كل ما حنيت الله يقبلك سبحانه وتعالى. الامر الاخير وهذا من الاشياء المفضله عندي دائما اقولها لكم، وهو من الأسباب اللي الله يرممك، إن حاول إنك أنت تساعد غيرك في ترميم نفسه. يعني طلال الواحد أدري تقول أنا بروحي ما لي خلق أحد، أنا ما خلق روحي أصلاً، أنا أحتاج اللي يشيلني، أدري. بس ما يخالف، حاول تساعد غيرك. ليش؟ راح ترد لك من فوق. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملك الله. أنت مو تبي رب العالمين يصلح اللي فيك، تبي الله يشرح صدرك، يحل مشكلتك، يرد لك روحك، يرد لك حياتك. مو تبي كذي، انت قدمها للناس. يمكن ترى شور كذي ولا راي منك حق انسان تحل مشكلته، خدمه تقدمها له، تؤنس الوحشان. شفت اللي مساعد قلنا لك دور لك احد تسولف، يمكن واحد يدورك عشان يسولف لك اللي فيه، وانت وين وهو وين، بس انت قاعد تسمع له وتطيب خاطره بكلمتين. ما يخالف، حاول تسويها، حاول انك انت تساعد. وسبحان الله ترى احيانا ايش يصير، احيانا وانت في زق يعني بوسط مشكلتك والمك، الله سبحانه وتعالى يدز لك واحد او يدز لك واحده شي من رفيجاتك وهي تقعد تشكي لك حالها وتبي منك الحل، ويمكن تكون مشكلتها نفس مشكلتك. ترى هذا من لطف الله وحسن تدبيره. الله يخفف عنا لما نشوف الناس عندهم مشاكل مثلنا، ترى يخوف. واحيانا انت لما الواحد يشكي لك نفس مشكلتك وتقعد تحلها، لا كأنك انت قاعد تسمع نفسك الحل والعلاج، يعني انت عارفه بس من اللي فيك مو قادر تتذكر. هذا ذكرك، فلا تخلي، قدم للناس. اكثر وقت تحتاج فيه الفلوس تكون فعلا في حاجه ما عندك، تصدق لو بمية فلس لانك انت محتاج، تبي الله يعطيك. الوقت اللي انت تكون فيه محتاج الفرحه والشراحه والسعاده من الحزن والهم اللي فيك، الحين تروح تسعد غيرك. ما لي خلق انا نفس ادري، بس روح عشان رب العالمين يعطيك.